إذن لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. تقام معارض أهل رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة، حيث تم افتتاح معرض بمدينة نجع حمادي. هاني شحاتة والتفاصيل. بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء، أقامت محافظة قنا 10 معارض أهل رمضان، وذلك بالوحدات المحلية التابعة لها، بالإضافة إلى المعارض المتحركة والتي تتيح للمواطن شراء السلع الغذائية من سكر وأرز وزيت بأسعار مخفضة وقد تصل إلى حد التكلفة في بعض الأحيان. كما يتوفر بالمعارض لحوم بلدية بسعر 160 جنيها للكيلو. تأتي إقامة هذه المعارض في وقت مبكر لإتاحة الفرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم والمساهمة في الحد من الغلاء. ده حضرتك معرض أهل رمضان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، توجيهات معالي السيد وزير المحافظ بافتتاح معرض أهل رمضان وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة. كان تواصل معنا السيد وزير المحافظ من فترة كبيرة حضرتك بالتعامل مع إدارات التموين في كلهم في مكان في كل المراكز بافتتاح مثل هذا المعرض. المعرض حضرتك بيحتوي لحمه، طبعا اللحمه خلصت بس عشان كان الصبح بيشتغل فيها جميع السلع الغذائيه حضرتك، سكر، زيت، سمنه، دقيق، استعمالات شخصيه، كل حاجه حضرتك. جات مشاركه معنا شركه السكر حضرتك وجميع التجار شغالين. الحمد لله كل الاسعار هنا في متناول الجميع، الاسعار كلها متوفره، الاسعار باقل من الخارج، يعني بتتراوح من بين 25% و30%. زي ما شفت شايف حضرتك الناس رايحه جايه، التوجيهات حضرتك بالنسبه للسكر والرز والحاجات دي المواطن ياخد 3 كيلو، يعني التوجيهات اصدرناها عشان الناس ما تخزنش 3 كيلو كل يوم، الفرد لو عايز كل يوم ياخد 3 كيلو ما فيش مشكله. رز متوفر، مكرونه متوفره، السكر متوفر، الزيت، السمنه، وكلها باسعار متقاربه واسعار كويسه يعني في متناول الجميع. معارض اهل رمضان في مركز نجع حمادي النهارده بتقدم لكم في بعض العروض والتخفيضات في بعض المنتجات، زي عندنا الشاي الربع كيلو ب 38 جنيه، عندنا الخرز وعندنا الناعم برا ب 45 جنيه، وفي برضه بيطلع ب 40 جنيه، لان احنا عندنا اكثر من نوع شاي بنفس السعر، ما فيش فرق عندنا. في ال 2 لتر ساقع 2 لتر ساقع ب 15 جنيه، في التونه قطع عامله 32 جنيه، في المفتته عامله 16 جنيه. في كلمنا على اهم حاجه الزيوت والسكر والمحرم. الزيوت عندنا تبدا حاليا النهارده ب 38 40 51 55 60، وعندنا الثلاثه لتر زيت عامله 130 جنيه، وعندنا برضو السمنه الاثنين كيلو. التخفيضات يعني كام في الميه؟ في 25% وفي 30%، وعندنا برضو على أنواع الدقيق الفاخر الشكارة عندنا ب 390 جنيه، ونتحدوكم لو في أي مكان موجود السعر ده، والخمسة كيلو برضو الدقيق ب 83 جنيه، وعندنا برا سعرهم كام؟ 90 95. وفي أي هايبر ولا في أي سوبر ماركت قارن وشوف السعر قبل ما أنت تيجي عندنا وتشرفنا، وكل ما أنت بتدعمنا إحنا بنستمر بوجودك معانا. من محافظة تقوم شركة